إذا كنا في عهد الحضور ماذا كنا نعمل؟ الذين كانوا في عهد الحضور ماذا كانوا يعملون؟ الإمام كان موجود، كانوا يلجؤون إلى الإمام. هشام ابن الحكم عندما كان يعاني معضلة فكرية إلى منه كان يلجأ؟ كان يلجأ إلى الإمام الحي الحاضر، الإمام الصادق صلوات الله عليه. زرارة عندما كان يبتلى بمشكلة علمية إلى من كان يلجأ؟ إلى الإمام الباقر صلوات الله عليه. هل هنالك فرق واقعا بين عهد الحضور وعهد الغيبة؟ احنا ما عدنا عهد الغيبة، كل العهود هي عهد الحضور. الإمام لم يغب، نحن غبنا عن الإمام، وإلا الإمام موجود، الإمام يحضر. عندما الإمام يظهر كثير من الأفراد يقولون إننا رأينا الإمام، عرفوه بشخصه ولكن لم يعرفوه بشخصيته. الإمام معروف الشخص، مجهول الشخصية لدى الكثيرين. فإذا هذا العهد أيضا عهد الحضور. لماذا لا نفكر في أن نلجأ في معضلاتنا الفكرية إلى الإمام؟ فكرنا في ذلك. عندما نقف على مفترق الطرق لماذا لا نفكر أن نلجأ؟